اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم الاستوديو التحليلي، ولكن دلوقتي جه ميعاد الفقره التحكيميه علشان نستعرض ابرز حالات اليوم. وكان في حالات النهارده مهمه، عشان كده نرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ياسر عبد الرؤوف. يا كابتن اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا اظهر. في حالات مهمه كتير النهارده ان شاء الله. نبدا على طول بماتش الاهلي وبلديه المحله، الماتش اللي فيه بعض الحالات اللي حضرتك هتتكلم عليها بكل تاكيد. الحكم كان الحكم الساحه كابتن محمود ناصف، بيساعده هاني عبد الفتاح واحمد عبد المنعم شعبان ونادر قمر دوله حكم رابع. على تقنيه الفيديو يتواجد طبعا طارق مجدي، بيساعده مصطفى عثمان. في اي تعليق على الحكام؟ بسرعه، محمود ناصف من الحكام مميزين، لو من فتره طويله كانت لجنه الحكام استعانت بيه كان هيبقى افضل من كده بكتير. هو النهارده عنده بعض الملاحظات اللي هنقف عندها، ولكن مشروع حكم ان شاء الله يبقى ليه مستقبل كويس لمصر. نبدا الحلقات مع بعض بتاعه لقاء البلديه والنادي الاهلي، واللقاء كان فيه اكتر من حاله. ماتش صعب، ماتش صعب والحالات كتير. نبدا باول حاله يا كابتن. اول حاله مطالبه بركله جزاء للنادي الاهلي على اعتبار ان الكره خبطت في الايد. حلها ان الكره خبطت في الصدر، نمشي واحده واحده عشان توضح ان هي خبطت في الصدر مش في الايد. نرجع تاني عشان بس الدنيا تبقى واضحه. نرجع تاني ونشوف. لا احنا كده رحنا للحاله اللي بعدها. حاضر يا كابتن، هي ترجع دلوقتي. اهي يا كابتن. نمشي بقى واحدة واحدة، والكرة بتتلعب بالعرض. الحقيقة ناصف جري وخد زاوية رؤية كويسة، واضح طبعًا من الزاوية دي حتى إن إيدين الاتنين بتوع المدافع بعيد عن الكرة. لما تتعاد من الزاوية الزاوية الخلفية هيبان إن هي خبطة في الصدر، وبالتالي قرار سليم باستمرار اللعب وتأكيد الفار على نفس الحالة. حالة تانية برضو مطالبة بإن في لمسة يد على مدافع البلدية. ده النقل الرئيسي. طب نشوف الاعداد هل هتوصلنا لحاجة ولا لا. هيبقى عندنا غالبا اعادتين، دي اول اعادة. نكمل ونمشي. هنلاقي ان المدافع لعب بعد الكرة، بعد كده خبطت في مين مش عارفين طبعا من الكادر ده الكرة خبطت في مين. طيب نكمل ونشوف الكادر التالت. تلاقي الزاوية التانية برضو هتكون متغطية يا كابتن تهيألي. يعني هنشوف وهنشوف ايه متاح بالنسبة لنا، عشان بنحاول احنا نجيب كل الزوايا بالظبط كده برضو. يعني خبط في ايه الكهرباء ولا في ايد المدافع مش عارف. استمرار اللعب الحقيقه هو القرار السليم، باعتبار ان الكوره حتى لو هي كده هو الراجل لعب الكوره، لعب الكوره كمان، ولو اعتبر ان هي جت في ايده فبالتالي يبقى القرار سليم باستمرار اللعب ده باعتبار ان هي جت في ايده. ماشي، نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف القرار كان ايه. اللاعب رقم 8 من بلديه المحله شد موجود وكان فيه هجمه واعده، اداله الانذار محمود ناصف على افساد هجمه واعده، وبالتالي القرار سليم بتاع محمود ناصف على اللاعب رقم 8 من بلدية المحلة. هنا بقى كابتن نفس اللاعب، يعني وبعدها على طول تقريبا مفيش دقيقة تقريبا أو دقيقتين هنشوف طريقة الدخول، وهنقول ان هو رايح يلعب للكورة، وهنقول ان هو تنى رجله، هنقول ان هو نزل على الأرض الأول، فمش هنروح للكارت الأحمر، هنروح للكارت الأصفر، هنقول ان هو أقصى درجات التهور، بالتالي اللاعب ده كان يستحق إنذار تاني ومعاها كارت أحمر. يعني اللاعب رقم 8 كان يستحق لو مش طرد من الكرة دي فإنذار تاني بالظبط وتطرد على طول. نفس الوضع هنا، أكرم برضو داس على قدم اللاعب، الدهس ده نوع من أنواع التهور وكان برضو يستحق إنذار مفتقد من حكم المباراة. حالة كمان يا كابتن؟ نشوف حالة تانية، وهي حالة دخل فيها محمود ناصف باستمرار اللعب ان مفيش مخالفه، ولكن الحقيقه كان في مخالفه، والمخالفه كانت بتهور. بعد اول ايقاف رجع واداله الانذار للتهور. كلام سليم من محمود، يعني هنقول ان كل يعني لحد اللحظه دي الاخطاء مقبوله. ماشي، نروح عند حاله مهمه عند احمد عبد المنعم، حاله استمرار للعب واشتراك مع حارس المرمى، وبعدين الحاله اصفرت عن هدف. كان في راي من احمد عبد المنعم بعد دخول الكوره، هنشوف فين التسلل، هو ده لحظه التسديد. هنلاقي ان كهربا كان في موقف تسلل وبعدين راح وتداخل وفي التحام بدني مع المنافس، وبالتالي هنا وقع التسلل. هو الراجل سيبر لغايه لما الهجمه انتهت خالص، وبعدين اشار بالتسلل. قرار رائع من احمد واكد عليه الفار، بصراحه حاجه محترمه. نروح للحاله اللي بعد حتى كده. حتى الان مفيش قرارات عامله مشكله غير لو ممكن الطرد مثلا. الطرد ده مؤثر في سير واحداث المباراه طبعا. دي الاعاده بتاعت الهدف اللي تم احتسابه تسلل، بصراحه حكم المساعد كان عظيم. نروح للحاله اللي بعد كده برضه عند احمد عبد المنعم، حاله استمرار للعب، الكوره دخلت هدف ومحمود ناصف لغايه الحقيقه على باعتبار ان في لمسه يد. اي كوره بتخش المرمى لازم نراجع عليها، هنلاقي لحظه اللمس فعلا كان مهاجم النادي الاهلي في موقف تسلل، وبالتالي برضه سيبر على قرايته
وبعدين رفع ولا ما رفعش، ده اللي ما ظهرناش في الكادر. بس تمركزه يا كابتن عظيم رائع تمام صراحة. وانا اعتقد ان هو رد فعله بعد قرار الفار ان هو كان رافع، ولكن ما ظهرش قدام يعني كلنا قلنا يعني يلاكم في عونك بالظبط كده، قرار سليم بعدم احتساب الهدف لتسلل مره ثانيه عند احمد عبد المنعم، حاله من الحالات المهمه، كره خبطت في كعب رجل اللاعب وبعدين طيب لمست ايده ولا لا، نحاول نشوف من الكادر ده مش هيبان، ممكن تكون في ظهره ممكن تكون في ايده تقريبا باين ان جه في كوعه شويه. طيب حتى هنلاقي ان ايده ملاصقه لجسمه، بالتالي مفيش وجود لركله جزاء، حتى بالمنظر ده هو عمل التاكلنج قطع الكوره وبعدين بدا يلم ايده لجسمه اثناء ما بتتلم الكوره خبطت فيه. وضع تشريحي سليم لانه كانت بره شويه، ايده مبرره، ايده مبرره في الوضع ده، فبالتالي برضه هتفق معاهم في القرار، قرار سليم لمحمود ناصف ومعاه حكم تقنيه الفيديو. حاله من الحالات المهمه اللي هنقف عندها كتير، حاله الهدف. طيب وهنقف هنا لحظه، نرجع بس كده فريم واحد والكره في الهواء، هنلاقي ان في اتنين لاعبين اللي هو داخل بالظبط كده، الاتنين في تبادل مسك ازاي مين اللاعب التاني. تمام، لو حد فيهم قدر ان هو يوقع التاني تمام هتبقى مخالفه عليه. هنشوف ايه اللي حصل ونركز عليه قبل ما نروح للحل اللي بعد كده. هنلاقي ان رامي ربيعه هو اللي دفعوا الدفعه دي، فكعبل في حارس المرمى. ممكن كابتن حد يقول هو في التحام بين الاثنين، ممكن حد يقول لك في التحام في الاول، فرامي بيحاول الالتحام يعني سدني. تمام، الالتحام في الاول تمام، نرجع تاني عشان دي مهمه. ممكن حد يقول يعني اصل هو باين رامي يعني سدني اخي تمام. يعني نرجع بس ونشوف التفاصيل بتاعتها لان حبان كمان من كادر تاني. بس كابتن تيشيرت ماسك وماسكين نرجع بس هو عايز يبقى الكره فوق. انت عايز تقول ايه؟ ان هو بيخلص نفسه، الاثنين ماسكين بعض بس عايز يسيبه في اللحظه دي، الاثنين ماسكين بعض تمام، مفيش مخالفه على حد. طيب نكمل نشوف ايه اللي حصل. حارس المرمى خلاص لعب الكوره ونزل على الارض تمام، هنا حصل الدفع الزقه تمام. اوكي الدفع اللي حصل ده كان نتيجته ايه؟ كان نتيجته ان اللاعب وقع على حارس المرمى. نكمل ونشوف ايه اللي حصل بعد كده. كل اللي حصل بعد كده ده من وجهه نظري التحام طبيعي. وهنقف لحظة التسديد، نكمل هنلاقي ان الراجل داخل منطقة المرمى رقم 2 مغطي على التسلل تمام، بالتالي برضو قرار المساعد باستمرار اللعب قرار سليم، ولكن هنا برضو حوريك تاني التفاصيل تاني من هنا عشان تبقى واضحة. انت شايف ان الجول ده كان المفروض الفار يتدخل بالظبط كده على رامي ربيعة تمام، ودي في مراحل بناء الهجمة محدش يقول ان الكرة بعيدة لان الكرة فوقيهم. نرجع تاني عشان توضح من هنا اللحظه دي لحارس المرمى مسك الكوره، الاثنين كان عندهم القدره ان هم يلعبوا في هنا تبادل مسك. نكمل ونشوف لغايه الاخر ايه اللي حصل، هنلاقي ان هنا رامي ربيعه بدا هو اللي يدفع الدفع. انا كابتن وجهه نظرك ان الجول ده كان لابد ان هو يلغى ويتحسب فاول على رامي ربيعه او ركله حره، غير ركله حره مباشره على رامي ربيعه.